الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها المؤمنون الكرام، السلام عليكم أيها المجتمع الإيماني الذي باجتماعه يعبر عن أكبر ما يسعى إليه الإنسان في هذا اليوم. السلام عليكم يا من اجتمعتم لرمز هو المسجد، ورمز هو الإمام الحسين عليه السلام. اجتمعتم لالتقاء الكتاب في رمزه المسجد، والعترة في رمزه الإمام الحسين، فجئتم لوضع الحجر الأساسي لمسجد الإمام الحسين، جئتم لتحيوا قبض الإمام في الجمعية الخيرية الإسلامية الجعفرية في هذا البلد الذي طالما حاول المغربون أن يشوهوه في أنظار الناس، فإذا بالجوهر يلمع رغم ما يحاول الأعداء والمغربون من إخفائه، وإذا بهذا البلد في أفراده القلائل بالنسبة إلى القطاعات البشرية الواسعة، إذا بهذا البلد يعبر عن معدنه الأصيل، يعبر عن معدنه في مواقف الإيمان، فيبني الحسينية ويبني المسجد ويبني المستوصف، وإذا به يعبر بمواقفه الوطنية عن مدى هويته وواقعيته الأصيلة. فإذا بأبناء هذا البلد على جبهة الجولان يسجلون أروع البطولات، ويكتبون بدمائهم من هم وعن من يعبرون، يسجلون بدمائهم أنهم هم أبناء علي والحسين. إن لم يكن بعضهم أبناء علي والحسين نسبا، فإنهم جميعا أبناء علي والحسين روحا، لأن علي لم يكن بجسده بمقدار ما كان بروحه، وأن الحسين لم يكن بجسده بمقدار ما كان بمبادئه وأهدافه. فإذا بتلك الروحانية، روحانية الإمام علي، تتجسد في أبناء هذا البلد، وإذا بمثل وأحداث الإمام الحسين تتجسد في أبناء هذا البلد، لتثبت صحة انتسابهم إلى الإمام علي وصحة انتسابهم إلى الإمام الحسين عليهما السلام. جئت إلى هذا البلد وأنا لا أجد التعبير الكافي لتحية الروحانية التي وجدتها في أبناء هذا البلد إلا أن أحييهم لآية مباركة من القرآن تقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآية التي انطلقت من مصدر الوحي تصلح أن تكون تحية لهذه الروحانية المنفتحة المتجسدة
في أبناء هذا البلد الذين يقيمون المشاريع تلو المشاريع، ويقيم أبناؤهم المثل تلك المثل على أصعب جبهة في التاريخ الحديث. هذه الآية عندما نحاول أن نستلهم بعض محتوياتها تجدها تشير إلى ثلاثة أشياء: المسجد، ثم الإيمان. وفي الآية التي تليها: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. هاتان الآيتان تعطيان ثلاثة مفاهيم: الأول المسجد، الثاني الإمام، الثالث الجهاد. المسجد رمز لله، الله لا يوجد له رمز حقيقي يعبر عنه، ولكن رمزه المادي على الأرض هو المسجد. أول أنبياء الله آدم عليه السلام عندما نزل على الأرض بنى الكعبة، إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا. فآدم أول ما قام به على الأرض كانت الكعبة. هذه الرسالة الأولى لآدم على الأرض، أقام رمزا لله. ثم الأنبياء الذين تتابعوا بعد آدم كانوا يعبرون عن استمرارهم في رسالة آدم بحج الكعبة. فلما جاءت عواصف السنين وتيارات السلول وتيارات السيول وهدمت مبنى الكعبة، جاء إبراهيم الخليل وهو شيخ الأنبياء فرفع قواعد الكعبة، تلك الأسس التي انهارت الجدران من فوقها، رفعها إبراهيم الخليل عليه السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا. فرسالة إبراهيم تجسدت في إحياء رمز الله الذي أسسه آدم على الأرض. وتتابع الأنبياء حتى إذا جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أول ما قام به بعد الهجرة إلى المدينة المنورة كان بناء المسجد، فأسس المسجد النبوي في المدينة المنورة، وكان بنفسه يشترك في عملية البناء ليقول للعالم إن إقامة رمز الله على الأرض هو عمل الأنبياء وعمل من يسير على ضوء الأنبياء. بنفسه كان يشترك في البناء رغم كثرة أصحابه ليعطي لهذا العمل معنويته. إذن المسجد أول رسالة الأنبياء، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بنى المسجد لم يقوقع المسجد، لم يجعل المسجد مجرد معبد لله، لم يجعل المسجد مجرد مكان تقام فيه الصلوات، وإنما جعل المسجد مركزا اجتماعيا عاما لكل شؤون المسلمين. كانت الخطب تلقى في المسجد، كانت الجماعات تتجمهر في المسجد، كانت الجيوش تتألف في المسجد، ومن المسجد النبوي تنطلق إلى مختلف الجبهات. كان القضاء في المسجد، كان تقسيم الغنائم في المسجد. أي عمل اجتماعي
يقيمه النبي كان يقيمه في المسجد ويصر على إقامته في المسجد ليعطي للمسجد مغزاه ومحتواه الحقيقي. فلذلك المسجد ليس مجرد معبد، وإنما المسجد كل ما يربط الإنسان بالله، كل ما يربط الإنسان بالله ولو كان عملا حياتيا. نحن تعودنا أن نفصل بعض الأعمال عن بعض، تعودنا أن نجزأ الأعمال فنقول هذا عمل دنيوي وذلك عمل ديني، وهذا غير صحيح. العمل للدنيا هو كل ما يبعد عن الله، والعمل لله وللآخرة كل ما يخدم الحياة والمجتمع خدمة صحيحة ومخلصة. لذلك المعمل في رأي الإسلام أكبر مسجد، لأن المعمل يخدم المجتمع. المسجد المنطلق هو المركز الاجتماعي الذي يخدم البشر. المسجد الجامد ليس معبدا لله. الصلاة التي يريدها الله سبحانه وتعالى هي التي تشد الناس ببعضهم. ولذلك تقام الجماعة في المسجد. صلاة الفرادى ليست مفضلة في رأي الإسلام. الإسلام يريد صلاة الجماعة، لأنه لا يريد مجرد الصلاة، إنما يريد التجمع، إنما يريد تلاؤم الناس ببعضهم، إنما يريد وحدة كلمتهم ووحدة صفهم. لذلك يريد صلاة الجماعة. فالنبي هذا المسجد إلى المعمل، واعتبر المعمل مسجدا كبيرا لله إذا كان يخدم المجتمع بالفعل. هذا المفهوم الذي أعطاه النبي للمسجد رفع قيمة المسجد وجعله بالفعل رمز الله على الأرض، لأن الله ليس للآخرة إنما الله للدنيا. والله لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب للآخرة فقط، وإنما لتنظيم الحياة البشرية أيضا. الله يريد البشر متعاونين متكاتفين على مصالحهم، ويريدهم أيضا متعاونين متكاتفين على مصالحهم في الآخرة. فالدنيا والآخرة بالنسبة إلى الله سواء بسواء، لا فرق بين الدنيا والآخرة. الله هو خالق الدنيا والله هو خالق الآخرة. فمصلحة الإنسان في الدنيا إن كانت صحيحة خدمة للآخرة، ومصلحة الآخرة خدمة للدنيا. وأذكر بالمناسبة أن رجلا جاء إلى الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام قائلا: يا ابن رسول الله هلك. قال الإمام: لماذا؟ قال: لأنني أحب الدنيا. قال الإمام: ولماذا تحب الدنيا؟ قال: لأكف يدي وأصل رحمي وأمنع أهلي وأصل من يحتاج وإلى آخر ما هنالك. فقال له الإمام عليه السلام: يا هذا، إن هذا ليس من حب الدنيا، وإنما هو من حب الآخرة. الدنيا المكروهة هي التي تستعبد الإنسان وتسخر الإنسان للخير والشر على حد سواء. أما الدنيا التي يقضي به الإنسان حوائجه وحوائج غيره فهذه في الحقيقة ليست الدنيا، وإنما هي الآخرة. هذا إذن المسجد هو الذي يخدم الحياة الاجتماعية، والمعمل هو الذي يخدم حياة الآخرة. لا فرق بينهما، هذا جزء وذلك الجزء الآخر، وهذان الجزءان
يتكاملان ويكملان الناس ويكملان المجتمع. هذا الشيء الأول الذي تشير إليه الآية الكريمة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أما الشيء الثاني الذي تشير إليه الآية الكريمة وهو الإيمان. الله خلق الكون والحياة والإنسان للإيمان. كل شيء مقدمة للإيمان بالله. الله لا يحتاج إلى الجدران ولا يحتاج إلى الحيطان، وإنما الله يقدر جوهرة الإيمان في قلب المؤمن. هذه الكعبة التي علينا جميعاً أن نحج إليها إلى يوم القيامة، هذه الكعبة التي علينا أن نتجه إليها في صلواتنا، أن نتجه إليها في ذبائحنا، حتى موتانا في قبورهم عليهم أن يتجهوا إلى الكعبة. هذه الكعبة المقدسة التي بناها آدم وجسد بناءها إبراهيم الخليل وجعلها القرآن قبلة للمسلمين، هذه الكعبة يأتي النبي فيقول: المؤمن عند الله أشرف من الكعبة، لأن الله يريد الإيمان، والإيمان لا يوجد في أحجار الكعبة وإنما يوجد في قلوب المؤمنين. قال عيسى: ملك الإله لديكم لو لمستم عن كنزه في الصدور. هذا ما يحاوله الأنبياء جميعا، يحاولون إيجاد حدث الإيمان في قلوب الناس. هذا الإيمان هو الذي يريده الله. الكعبة يلزم أن تبقى، وعلى المسلمين إذا ما تعرضت الكعبة لأي خطر أن يضحوا في سبيلها. ولكن الكعبة ليست الهدف، إنما الكعبة مقياس، كما يقول القرآن الكريم: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذن الله جعل الكعبة ليمتحن بها الناس، فالكعبة مقياس للمؤمنين، ولكن هدف الحياة وهدف البشر على الأرض ليس مجرد جدران الكعبة وأحجارها، إنما هو الإيمان في قلوب المؤمنين. لذلك يقول الآية الكريمة: عندما آمن الإمام علي عليه السلام برسول الله ولم يؤمن جمع من قريش، وقالوا: نحن نبني الكعبة ونحن نسقي الحجيج، نزلت الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. الإمام علي الذي يحمل في قلبه أكبر قدس الإيمان لا يمكن أن يقاس بشخص يضع أحجارا على أحجار. الإمام الذي يحمل في قلبه أكبر جوهرة للفهم والعلم والوعي لا يمكن أن يقاس بشخص يسقي الحجيج ويناوله كؤوس الماء. أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. لماذا؟ لأن الإيمان هو المطلوب أولا، ثم بعد الإيمان المطلوب هو الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن الإنسان يمكن أن يؤتي ويؤتي، يمكن للإنسان أن يؤتي من ماله، يمكن للإنسان أن يؤتي من جهده، ثم يقول: تبقى لي بقية من الجهد، تبقى لي بقية من المال. ولكن الذي يجاهد، ولكن الذي يعطي دمه، ولكن الذي يعطي حياته لا تبقى له بقية على هذه الأرض. فإذا هذا الإنسان
الذي يجاهد يصبح مفضلا على اي انسان اخر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: ما من بر الا وفوقه بر، الا الجهاد في سبيل الله فليس فوقه بر. الانسان مهما عمل يمكن ان يعمل ما هو اكبر، ولكن الذي يجاهد يعمل اكبر الاعمال، يعمل اعظم ما يمكن لانسان على الارض ان يعمله، فلذلك يكون عمله فوق اي عمل، وتكون خدمته فوق اي خدمه. من هنا نحن نفهم او نستطيع ان نفهم بعض ما يقدمه اخوان لنا على جبهه المعركه، على جبهة أشرس معركة في تاريخ الإسلام. في وقت ما كنت أفكر ما هي أشرس معركة وأشرس عدو ابتلي به المسلمون، فوجدت أن اليهود هم أشرس خلق الله، فلذلك تكون المعركة مع اليهود أشرس معركة بنيها المسلمون. ولذلك يكون المجاهد في مثل هذه المعركة من أكبر المجاهدين، لأنه جاهد وابتلي بأصعب بلاء وأقصى بلاء، وبذل أقصى ما يمكن أن يبذله مجاهد. نحن هنا قد نقف ونشيد ببطولات المجاهدين، ولكن الذين يعيشون معهم يجدون أن القضية أصعب وأصعب من كلمات نحن نقولها أو من تصديق نصدقه. القضية على الجبهة المريرة عندما يكون هنالك التلاحم القاسي الجاد الذي لا لعب فيه ولا أجل، عند ذلك تتطور كل المفاهيم. كم من الناس من يقولون نحن ونحن حتى إذا جد الجد لا يعملون شيء. لذلك الذي يستطيع أن يقف ويقف ويقف ويصمد باستمرار حتى يحقق ما يريد له حساب آخر. لماذا؟ لأنه قد تجاوز الكلمات، قد تجاوز كل الحسابات، قد تجاوز كل الأنانيات. الذي ينطلق فكريا لأنانيته لا يمكنه أن يواصل في الساعات الحرجة. الذين يواصلون في الساعات الحرجة عندما يكون اللهيب يخترق الغش ولا يبقى إلا المعدن الخالص. فالذين صمدوا أكدوا أنهم هم المعدن الخالص. لذلك يجدرنا أن نحييهم من هنا، لكن لا تحية اللسان، وإنما تحية القلب، تحية الأعصاب، تحية الروح، تحية الفكر. نحييهم من هنا تحية الأبطال التاريخيين. السلام عليكم ورحمة الله.